الأهلي ممكن يتأثر بكرة بحتة الإصابات أو الإيقافات في صفوفه ولا لا؟ أكيد النادي الأهلي على فكرة فيه حاجة فنية ممكن هني يبقى عارفها كويس. النادي الأهلي الفرقة لما بتيجي تلعب مباريات بتبقى عكس فرق كتير بتلعبها. الفرق اللي بتدافع ممكن الفترة بتاعت الوقوف وكم الجري بيبقى قليل. فرقة النادي الأهلي كم الجري بيبقى كبير لأنه النادي الأهلي بيهاجم على طول وممكن يدافع ويهاجم. فالنادي الأهلي هجومه الكتير واستمراريته في الهجوم بتجهد اللعيبة أكتر. حتى هو كمان الأهلي اتعود في الفترات الأخيرة حتة الضغط العالي، يمكن على فترات كان النادي الأهلي بيعملها، يمكن بيعملها من أول مباراة إنك تضغط ضغط عالي والضغط العالي بيعملها 70 دقيقة. يعني 70 دقيقة ده وقت كبير جدا من عمر المباراة إنك تعمل ضغط عالي. في الفترات اللي فاتت الضغط قل شوية، لكن بدأ ودي النقطة اللي بكلمها فيها عادل، إن ساعات الروتيشن بيبقى كويس قوي. يعني مثلا مباراة حرس الحدود، وليد سليمان نزل في آخر تلت ساعة، أفشة وأجاييه ظهروا بشكل كويس لأنه ما ريحوا، كان نايهين المباراة اللي قبليها بشكل مش كويس، عندهم شوية إجهاد. فحتى خلي بالك الساعة ونص أو الساعة الأولانية إنك ما تبدأش وتنزل، إنك بتنزل فريش شوية وإن الخصم بيبقى أجهد شوية، فأنت بتدور العملية بشكل أفضل. متهيألي هيبقى مهم عملية الروتيشن خلال الماتشين اللي جايين طبعا. وجود بقى راس حربة، هنلعب 4-2-3-1 ولا هنلعب 4-4-2؟ مروان ما بيبقاش سترايكر صريح، بيبقى تحت شويه تحت بادجي، وليد سليمان يبدا ولا اجاي يبدا الناحيه الثانيه؟ فكل دي امور فنيه. انت شايف الخط الهجومي ممكن النادي الاهلي يبداه ازاي؟ يعني انا اللي انا شايفه ان النادي الاهلي في الوقت الحالي بيبدا يجمع الكيلومتر بتاع اللاعبين. اكيد يعني احنا كمدربين، انا شخصيا لو بلعب مباريات وعديت بالمرحلة دي كتير قوي، يعني ممكن انا لعبت مصر 10 مباريات في 23 يوم في السعودية، منهم ابطال اسيا وكنت بسافر والحاجات دي. فكنت بعمل ايه؟ كنت بحسبها كيلومتر. يعني انا ممكن اديك ودقايق في لعيبة احسبها لهم كيلومتر جري قد ايه، لان كان عندنا القدرة ان احنا بنقدر نعملها ومن تلباير طبيعي الموجود. فكان عندنا القدرة اللي أنا كنت أقدر أعملها، وأعرف إن أنا أجريك 80 كيلو في كام مباراة، وأجريه وأخد منك ده 70 كيلو قد إيه، وأخد من ده قد إيه، وأخد من ده قد إيه. يعني لما بحسب الفرقة كلها عاوز أجري المباراة دي بدل ما أجري 120 كيلو للفرقة كلها، إجمالي الفرقة طبعا متوسط 10 كيلو للعيب، يعني لا أنا أجري أقل، أجري حوالي 80 علشان أقدر أقسمها ما بين اللعيبة، والتمانين كمان بقسمها ما بين اللعيبه. فافتكر ان النادي الاهلي هو اللي بيعمل كده الفتره دي. اكيد دي مدرب احمال بيحسبها اللي هو اللي بيوزع الاحمال على اللعيبه، وبالزاي ان هو ممكن تحس انه ممكن اديك 30 دقيقه. يعني